احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الأخ لهيب حنحن شماسا إنجيليا باسم نيكوفوروس الأبرص، وذلك خلال قداس إلهي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية. ترأس القداس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بمشاركة المتروبوليت بنديكتوس. وبعد أن نال بركة أبيه الروحي للصيامة، تكلم الأخ لهيب شاكرا الله على منحه هذه النعمة المقدسة، ثم تحدث سيادته مخاطبا: إن محبتك وغيرتك هي التي منحتك هذه النعمة المقدسة، وأوصيك أن تتذكر أنك ابن المسيح والملكوت وأن تتمسك بجذورك. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وذوي الشماس الجديد وأبناء الرعية. يا ابني، اليوم وانت داخل لقدس الأقداس حتى تنال نعمة الشموسية، اتذكر الآتي. اتذكر يا ابني هذا القلب اللي عندك، اللي دائما كان يحب ويستمتع بالخدم الإلهية، واليوم انت رح تنال هاي البركة. حافظ عليها لآخر نسمة في حياتك، يعني دائما اعرف أمام من أنت ماثل، إنك أنت أمام ملك الملوك، أمام الرب والمخلص يسوع المسيح اللي افتدانا بدمه الكريم على الصليب، مات حتى نحن نعيش، وأعطانا الحياة، الحياة الأبدية، حتى نكون أبناء حقيقيين إله. ما تنسى يا ابني أبوك السماوي اللي عمل كل شيء من أجلك وأعطاك الملكوت السماوي. كتير مهم وانت تخدم الخدم الإلهية من الآن وصاعد دائما تتذكر انك انت ابن للمسيح وانت ابن للملكوت. هيك دائما بتتمسك بجذورك، بأصلك السماوي وبهويتك الروحية يا ابني الكهنوتية من الآن وصاعد.